السلام عليكم أينما كنتم، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما. أيها الأحبة، بدلا من أن يكون ملف الحدود العراقية الكويتية ملفا ضاغطا تتملكه اليد العراقية، صارت بعد الحماقة التي ارتكبها صدام حسين صارت على العكس من ذلك، ورقة تتداولها أيدي الكويتيين لممارسة ضغطهم على العراق، بل يصل ذلك حد الابتزاز. طبعا هذا كله نتاج الدخول الأحمق لصدام في الكويت. باتت ورقة رابحة بيد الكويتيين، وقامت الكويت قامت تحكي معلق. كل المطالب التي أرادتها تحققت، بدءا من العقوبات ومن الغرامات التي تحملها العراق على مضض التي يعني اقتطعت من قوت شعبه. طبعا بدأت الكويت تزحف سواء كان على مياهنا أو أراضينا، حتى أن أراضينا دخلت فيها الكويت على مسافة 20 كيلومتر، أما في البحر فلم تبق لنا إلا خانق ضيق، حتى قيل أن أم قصر باي باي. هذا ما يقال، واقع الحال ما هو الله العالم، سنستعلمه من ضيوفنا الأكارم. هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، والتي تحمل عنوان الحدود العراقية الكويتية فتش عن الأمريكي، إذ لابد لليد الأمريكية من تدخل كما رسب في أذهاننا، لابد لليد الأمريكية من أن تتلاعب بهذا الموضوع. أيها الأحبة، تقبلوا تحياتي في التقديم على أفاضل، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، تعالوا كما اعتدنا لنقرأ مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان الحدود العراقية الكويتية بين الترسيم والتلغيم، الكاتب ياسر الربيع. الحدود العراقية الكويتية بين الترسيم والتلغيم، للكاتب ياسر الربيعي. لنمضي نحو لملمة جراحات العراق، فأن من المتعين أن يتم حسم الملفات العالقة مع دول الجوار والدول الأقليمية، والتي ورثتها العملية السياسية من تراكمات أخطاء النظام المباد. من أبرز تلك الملفات هو ترسيم الحدود بين العراق والكويت، ويبدو أن حكومة محمد الشيع السوداني تدرك هذه الجزئية، وهي جادة ومصرة على حسم ملف الحدود مع الكويت البرية والبحرية، لما يشكله ذلك من ترسيخ لمفهوم السيادة بعد أن التزم العراق بتسديد ديون الكويت المترتبة عليه جراء سياسات النظام السابق. ما زالت هناك بعض القضايا والمشكلات العالقة ما بين العراق ودول الجوار، والتي لم تحسم حتى هذه اللحظة، وأهمها موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية مع الجارة الكويت. مرحبا بكم مرة أخرى، وأرجو أن تتفضلوا معي للترحيب بضيوف الأكارم، الباحث في الشأن الاقتصادي وطريق الحرير الدكتور كاظم جابر، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم الجابر. مرحبا بكما ضيفين كريمين. دكتور كاظم، حياك الله. الأحد، أهلا مرحبا بك. الأحد الماضي جرت جولة مفاوضات بين وزيري الخارجية العراقي والكويتي، لوين انتهت هذه الجولة؟ والله حسب ما يعني نشوف أنه من تصريحات، اللي أبرز التصريحات هي يعني ممكن أن تكون مضحكة صراحة، أنه سيسمح الكويت للصيادين العراق في مشاركتهم للصيادين الكويتيين في الصيد. مبروك. هذا طبعا نفذ إنجاز كبير للمفاوض العراقي، يعني يمكن ينافس ظريف في حنكته. أعتقد أنه الكويت قد أوغلت في والإغال في إيذاء العراق من خلال التخادم مع المشروع الأمريكي البريطاني، و
مرحلة من الآن ما أعتبرها مفاوضات، وإنما هو ماذا يقضي المشروع الأمريكي مساومات، أعتبرها مساومات، مساومة العراق لتخليه عن محوريته في تبوأ محورية تجارة الحرير من خلال يعني ثلاثة طرق تنموية تمر، وأبرزه هو الطريق الصيني الباكستاني عبر جوادر فاو لاذقية. هذا طبعا يكون المحور الرئيسي في تدنية دوائر الكلف نقل البضائع الصينية بدلا من الطريق الحالي اللي هو البحر الصيني الجنوبي ومن ثم المضيق ملقى خانق ملقى الاقتصادي. تريد الصين أن تفتح آفاق تتناسب مع، ومن فتح مشاريع استثمارية كبيرة مع الدول التي لديها موارد، لديها موارد في الطاقة، الطاقة طبعا في طريقها على النضوب، والطاقة الحالية هي النفط الأبيض الليثيوم اللي تبين أنه موجود في أفغانستان وإيران، وخصوصا بعد اكتشاف في همدان أنه إيران تتبوأ عشر الإنتاج العالمي للليثيوم. هذا طبعا أنه يعني يعد انقلاب في يعني في توجه الصين وتوجه الدول نحو الاستثمار في هذه المناطق، وخصوصا مناطق الليثيوم لأنها هي البطارية الواعدة لإنتاج السيارات. أعود لك هذا الموضوع المهم، يعني دعني أنتقل للأستاذ إبراهيم جابري. مرحبا بك أستاذ إبراهيم. حياك الله. ملف النفط طبعا ملف حيوي ومرتبط بهذا الملف، هل يصح لوزارة الخارجية أن تنفرد في التفاوض دون إشراك الجهات المعنية بهذا على الرغم من وجود الملاحظات الكثيرة على المفاوض؟ نعم بهذا الموضوع. أنا أشكر أولا قناة الأيام لهذه الاستضافة. مرحبا بك. وأشكر الأخ أبو حذيفة الساعدي على ما يبدي، والأخ الدكتور كاظم جابر. نعم. على هذه الفرصة السانحة اللطيفة. مرحبا في هذا اللقاء. حقيقة الدبلوماسية العراقية عبرت عن ضعفها منذ زمن طويل، خصوصا في الحكومات المتلاحقة. قيادة الملف التفاوضي على يد الدكتور فؤاد الصور، فؤاد حسين، يعني حقيقة الرجل غير مختص بالجوانب الدبلوماسية العميقة، خصوصا في تاريخ العراق ومسألة تاريخ العراق. هو شخصية معروفة بالتصدي أنا ذاك والمطالبة بالحقوق الكردية لاتجاه النظام العراقي أنا ذاك. أقول أن منابع القدرة اللي هي موجودة في حقول النفط العراقية واللي هي محل تنازع أو تشاجر بين الدولتين الكويتية والعراقية لم تصل حد الشجاع، لم تصل إلى يعني هو ربما قادم الأيام سوف تكون هنالك أجندة داخلة على الخط، وربما تفعل هذه الأجندة مرة أخرى قضية أنه صناعة أزمة حقيقية بين دول بين العراق ودول الخليج عموما، لأنهم يتكاتفون حينما يكون العراق مأسورا وينفك العقد حينما يكون العراق ضعيفا أو قويا عفوا. فحقيقة هذه منابع القدرة لن يتنازل عنها الشعب العراقي، لأنها حقيقة هي كما يعبر عنها رغيف الخبز لهذا المجتمع المضحي والمجتمع الذي دائما يدافع ببسالة عن حقوق الأمة العربية عموما والأمم الإسلامية. حقيقة احنا نرى هنالك مكان من خطر في قيادة الدبلوماسية العراقية لهذه الملفات الشائكة. طيب دكتور كاظم، قبل قليل أشرت حضرتك إلى المفاوض العراقي. نعم. كاتب المقال يقول ضرورة انتقاء الحكومة العراقية للمختصين ذوي الخبرة من الذين لهم باع طويل في المفاوضات والنزاهة وتغليب صوت العراق، إن عدم الرضوخ للضغوطات أو الإغراءات سيكون بمثابة نصر استباقي لنصف أهداف مفاوضات ترسيم الحدود مع الكويت. نعم. منين هذا الكاتب متخوف؟ هذا الرجل يبدو من كتابته أنه متخوف من شيء، منين متخوف هذا الرجل؟ الكاتب هنا متطير من يعني نوعية العملية السياسية وشكليتها وهيكليتها، خصوصا ما بعد 2003 هي وفق ما مرسوم من نموذج أمريكي بريطاني، وهذا النموذج يحاول أن يجعل من العراق، وهو طبعا هنالك عدة علامات استفهام هو يضع على العراق،
كونه قرب الجمهورية يعتبر امتداد للجمهورية. هذا الاعتبار منين جاي؟ هذا من أجهزة المخابرات والاستخبارات والأجهزة. هو طبعا هم يعني لا يعني يتخذون قرارات اعتباطية ولا يتخذون قرارات ارتجالية، وإنما يتخذون القرار وفق مراكز البحوث والاستخبارات. أجهزة الاستخبارات الكويت منذ أن أصبحت كويت في ترسيم 1923 لعصبة الأمم لم تكن هنالك حدود بين العراق والكويت، بينما الخرائط المعتمدة والموثقة في الأمم المتحدة هناك حدود مع إيران، هناك حدود مع الكويت، مع سوريا، مع الأردن، مع السعودية. الكويت ماكو حدود، والكويت لم تكن لديها أي حدود. أصبحت إلى ماذا يشير هذا؟ عدم وجود الحدود في مرتسم 23 إلى ماذا يشير؟ نشوف إحنا شلون صارت هاي الحدود. أولا هي مجرد مراسلات ما بين نور السعيد و صباح السالم، هذه فيما بعد بالثلاثينات القرن الماضي، في 32. لكن متى أصبحت يعني اعتبرت هذه الرسائل الغير ملزمة اعتبرت وثائق وتم الاستناد عليها بالاستقواء البريطاني. فأصبحت في عام 1963 أعتقد بزمن عبد الكريم 61 عندما أصدر قانون 80 لسنة 61 اللي بموجبه قلص مساحات استغلال واستكشاف والتنقيب عن النفط في العراق وحصره فقط في الآبار المنتجة فقط. هنا ثارت الثائرة البريطانيين واستخدموا ورقة الكويت في إسقاط عبد الكريم قاسم من خلال دفع البعثيين عام 63 إلى الانقلاب عليهم، مشاركة حاكم الكويت بدفع مادي بحيث أنجحوا الانقلاب بالقطار كما وصفوا القطار الأمريكي البريطاني الأمريكي. هنا أصبح أول ترسيم في أعتقد 4/10/63 وقعت الحكومة الجديدة الانقلابية وقعت ترسيم الحدود. هنا أول إقرار لهم على على الخرائط 1903 واستنادا إلى الخرائط 1923. إذن البعث هو أول من أعطى الموثوقية لهذه الترسيم لهذا الحدود. في عام 1990 عندما صدام دخل الكويت أصبحت هناك مرحلة مستريس، أصبحت الأمور بعد أكثر موثوقية من خلال توقيعه عام 1994 على هذه الحدود. تلاحظ أنه ترسيم الحدود غالبا ما تسبقه أزمة أو تغيير نظام أو ربما افتعال أزمة أو افتعال أزمة بالتخادم. أنا لا أعتقد أنه فقط هو يعني لفائدة الكويت فقط، الكويت أعتقد أنها خاسرة. لماذا خاسرة؟ لأنه في غزو صدام للكويت أعطت أكثر من نصف الإنتاج النفطي لكي تخلص من صدام، فهي خاسرة في 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 مجمل الموضوع، هي خاسرة لأن ثرواتها للولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت لتطرد صدام من الكويت. فالكويت العراق مبتلى بالكويت وبالإقليم، نلاحظ نفس السياسة، الإقليم أيضا يتجه خلال الأزمات يصعد الجبل. هناك في الستينات زمن عبد الكريم الوضع تغير بعد 2003 ما عاد ممكن يعني، لكن بقت تملك لا لازم يعني. لكن نفس الاصطفاف يصطف دائما مع هذا الشيء يؤشر اعداء العراق، هذا الشيء هذا يؤشر لانه الاصطفافات الاصطفافات هناك اصطفافات من السياسيين، هناك اصطفافات من مجموع السياسيين. حتى الإقليم أنا لا أعتبر الإقليم هو إقليم تابع للعراق الآن، هو دولة منفصلة لكن من دون إعلان. هذه الاصطفافات هي اليوم التي والعملية السياسية العرجاء النموذج الأمريكي الديمقراطي بالمحاصصة هي التي مخرجاتها تكون في استنقاص سيادة العراق والإيغال في ذلك، وتجعل من العراق دائما لا يتبوأ مركزه الإقليمي والاستثماري في مشاريع التنمية.
لذلك شوف انت القرار المنع الفيتو الامريكي على كهرباء سيمنز. الدكتور كارم جابر الاستاذ ابراهيم جابر. انتم ايضا ايها الاحبه تعالوا معي لنقرا مقطعا من مقال اخر حمل عنوان الحدود الكويتيه العراقيه اللعنه البريطانيه الدائمه، الكاتب عبد القهار الدكتور عبد القهار المجمعي. الحدود الكويتيه العراقيه اللعنه البريطانيه الدائمه، للكاتب الدكتور عبد القهار المجمعي. حصل الكويت على أول اعتراف رسمي من الدولة العراقية في عام 1963 كدولة مستقلة بالحدود المشار إليها في الرسائل المتبادلة سنة 1932 بين نور السعيد وصباح السالم الصباح، كثمن قدمه قادة الانقلاب البعثي عام 1963 لشيخ الكويت على مساعدته لهم في إسقاط حكم عبد الكريم قاسم الوطني، وأشرف على هذه الصفقة كلا من بريطانيا وأمريكا لكونهما الراعي والداعم لذلك الانقلاب. فقد وصل البعض إلى السلطة بقطار أمريكي، وكان جزء من ثمن تذكرة ذلك القطار الاعتراف بالكويت دولة مستقلة ضمن الحدود التي حددها نور السعيد. الحدود التي اعترف بها نظام صدام هي الحدود النهائية المعترف بها دوليا، وما جرى بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 هو وضع دعامات حدودية وفق تلك الحدود. وكل ما يشاع من أن العراق بعد 2003 قد أعطى أرضا إضافية للكويت هو غير صحيح، والدليل هو أن الخرائط المحفوظة لدى الأمم المتحدة التي تبين الحدود بين العراق والكويت لم تتغير وظلت كما هي منذ أن صدق عليها المهزوم صدام سنة 1994. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجد ترحيبي بضيوف الأكارم الأستاذ إبراهيم. الكاتب الدكتور عبد القهار المجمع يقول أن الحكومة يحاول يعفيها يعني من تبعات هذا، فيقول مجلس النواب العراقي وليس الحكومة العراقية هو من يجب أن يتحرك من خلال إصدار قرار يعترف بالكويت كدولة مستقلة ذات سيادة دون الاعتراف بالحدود التي رسمتها اللجنة التابعة للأمم المتحدة ومبررات القرار. شو تقول؟ يعني أنا حقيقة مع هذا التوجه الذي ينيط بالجمعية العامة أو بمجلس النواب العراقي. نعم. الأخذ بزمام المبادرة لأن قراراته قرارات ملزمة وقرارات تكون حولية وكبيرة يعني ورصينة في الواقع، لأن القرارات السياسية حينما تصدر من ماكنة القوانين العراقية تكون أكثر حصافة وأكثر متانة. إلزامات المشرع العراقي إلزامات كبيرة في الواقع، وأنا أعتقد أن هشاشة القرارات التي جاءت سواء من يعني من قرارات المراسلات نور السعيد وقرارات صدام المهزوم، وهذه كلها قرارات واهنة قياسا بمنظومة الفكر القانون العراقي الماكنة الأولى، يجب عليها أنه تلزم وتثبت للمجتمع الدولي أنها تصدر قانونا أو قرارا ولائيا يلزم دولة الكويت بالانصياع لتطلعات الشعب العراقي. برلمان عراقي قراراتها ملزمة للعراق لا للكويت. نعم للعراق، لأن العراق إذا صدر من إذا صدر من مجلس النواب قانونا أو قرارا سوف يتفاعل معه قطاعات كبيرة من المجتمع العراقي وتتحول القضية إلى قضية وطنية وقضية دفاع مقدس، ولذلك أنه دائما إرادات الشعب العراقي مبنية على 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 الماكنة ماكنة التصدير القرارات القانونية أو الحكومية الوطنية البحتة. بشكل تجد تفاعلا بين المواطن العراقي وبين ما تؤول إليه الأمور من إصدار قرارات ثابتة القيمة في المجتمع العراقي. هذا يمكن يعني إيجازة باختصار. نعم دكتور كاظم. نعم أيضا الدكتور عبد القهار المجمعي يقترح حل
يقول أما موقف الحكومة العراقية فيجب أن يكون غامضا غير موافقة على قرار مجلس النواب وغير رافضة له، إذ ليس لديها صلاحية رفض قرارات مجلس النواب العراقي، وبذلك يتم ترحيل المشكلة إلى المستقبل. تعتقد جنابكم الكريم أن يعني استثمار عامل الوقت وترحيل المشكلة للمستقبل هل يشكل حلاً؟ جزء من الحل، لكن ليس فقط أنه يعني ترك الأمور الحبل على الغارب، وإنما يجب أن تأخذ السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية أيضاً نقض مثل ما نقضت النفط مال الكردستان، تصدير النفط وصادق على غرفة التجارة الفرنسية صادقت على هذا القرار. لكن قضايا عراقية. نعم. أما الموضوع يتعلق بدولة أخرى يعني. لا، احنا نقول انه تنقض كل الاتفاقات المجحفة بحق العراق التي قام بها البرلمان العراقي، حتى المصادقة على يعني ترسيم الحدود العام 62 او الحدود المائية في خور عبد الله، وهنالك لغط كثير على موضوع خور عبد الله وكيف آلت الامور اليه، يعني من خلال التفاوض او انا اسميه معكم فوضات وانما مساومات وضغط. ممكن انه املاءات طبعا، وممكن انه المحكمة الاتحادية تتخذ قرارا مشابه لما اتخذته مع نفط اقليم كردستان، وترك الامور، انا اوافق الكاتب انه ترك الامور تكون معلقة لحين هنالك، طبعا في المستقبل القريب ستكون هنالك تغيرات في النظام العالمي الجديد، خصوصا لحدود 2025 هنالك قوة اقتصادية جديدة بريكس، وكما معروف دول كبيرة جدا سوف تقلب النظام العالمي الجديد في نظامه المالي والسياسي والنقدي، حتى النقدي ممكن أن يقضي على الدولار، ممكن أن يقضي على الهيمنة الأمريكية. عفوا بعد إذنك، يعني هو في الواقع الخشية من التحركات الكويتية وتوسعاتها توسعها على حساب الأراضي المائية والأراضي البرية والمياه الأقليمية، يعني لا يرتبط فقط بطريق الحرير، إنما هناك حقول نفط مشتركة ربما المفروض صارت غير مشتركة، يعني بالإضافة إلى مزارع في صفوان قيل أنها جرفت لصالح الكويت. صحيح. نعم. لكن هذه الفترة المفصلية في التاريخ تحث الخطى الكويت أنه تحرز فيها تغيرا جيوبوليتيكيا لنقل التجارة من الفاو إلى مبارك. من الفاو إلى مبارك. هذا أريد أوقف وياك. نعم. على مهل يعني الأستاذ إبراهيم. نعم. طبعا الممر المائي العراقي راح يكون ضمن ميناء مبارك، الميناء الكويتي. نعم. الذي وصل المائية العراقية اللي رسمها القرار 833 اللي صدر عن مجلس الأمن آنذاك. نعم. شو تعلق؟ يعني أنا حقيقة أعلق أن الكويت إحنا الآن منو ماكل منو، لحد الآن هنالك حيرة لدى قطاعات كبيرة من المجتمع الدولي فيما يرتبط بالمحكمة الدولية وغيرها إذا رفعت لهذه المحكمة، لكن الكويت في بدها أن تبتلع البصرة حقيقة. نعم. وليس. نعم. الممرات العراقية المحكمة. وهي بناء على مطالبها هذه ممكن يعني هي حقيقة أنه الآن عندها فلتان سياسي، وأنا أعتقد أنه هذا ضعف في الماكينة الدبلوماسية الكويتية، لأنه هذه القرارات المستعجلة وكمية الحشد الهائل حتى عرفت بأنها الدولة الأولى في العالم العربي أو الوطن العربي تدفع الرشاوى، عملية رشاوى منذ أن قامت بدفع رشا إلى الحاكم العسكري في البصرة أيام عبد الكريم قاسم بقضية عدم اقتحام الكويت، إضافة إلى تقديمها الرشا للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في تجنيد وتحشيد. أكو وفد عراقي زار الكويت أحسنتم يقول هم البحقائب. أحسنتم هنالك وزير كان عندنا في الخارجية العراقية حمل شكابين من الدولارات. نعم. حقيقة حتى قيل أنه خجل بعد أن افتضح الأمر فأعاد. نعم. حقيبة الأموال. فدولة الرشا المملكة التي عرفت بكثرة الرشاوى على ملء تاريخها
المجيد الحافل بهذه الإخفاقات. دكتور كاظم، الكويت تعمل حتى يكون ميناء مبارك هو الميناء العالمي الخاص بطريق التنمية أو طريق الحرير، رد الفعل العراقي وينه؟ أولاً تحكي لنا عن محاولات الكويت، لذلك قلت لك راح أرجع لك، يعني لجعل ميناء مبارك هو المفصل في طريق التنمية أو طريق الحرير. نعم. وأني عندي أيضاً وقفة ويا جنابكم الفارق بين ميناء الحرير وطريق التنمية، لكن أول مرة جاوبني على. نعم. صراحة كل الدول تسعى إلى أنه تحقق مصالحها الاقتصادية بالتأكيد، ضمان لمستقبلها ومستقبل أجيالها كل الدول، لكن هنالك المسألة الأخلاقية. هنالك يجب أن تكون هناك بعد نظر يعني لدى الكويت في عدم استعداد العراق. العراق ما قبل 2003 ليس العراق ما بعد 2003. العراق يمتلك مارد من القوة يستعمله عندما تؤول الأمور إلى الانفلات. بيش تمثل هذا المارد؟ يعني كما معروف من صنع الوجود الدولة العراقية في عام 2014 لعام 2017 واختصر مهزلة وفوضى الدولة الإسلامية، وكما مقرر له في 30 عاما، كما نعم علقت الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، الحج الشعبي. طيب. فيجب أن تكون هذه نصب عيونهم، ويجب أن لا يعولوا كثيرا على المشغل البريطاني والأمريكي. هذه أوراق تحترق، احترقت عندهم أوراق، فقبلهم شاه إيران تركوه، وقبلهم الربيع العربي وحسن مبارك والقذافي وغيرهم وغيرهم، كلهم أوراق احترقت. يجب أن يصنعوا صداقة وأخوة مع الشعب العراقي بديل عن هذه الأساليب الرخيصة للمشغل البريطاني والأمريكي. كما تعرف أنه بعد 2015 وعندما دعا الرئيس الصيني شي جي بينغ السيد العبادي لزيارة بكين وتوقيع على مذكرات تفاهم انسجاما مع انطلاق المبادرة عام 2013 اللي أطلقها الرئيس الصيني، وهي مبادرة الحزام والطريق، أقل من دقيقة دكتور. نعم نعم. وكان العراق هو المحور الرئيسي، وكما وصفه السفير الصيني بأن العراق هو لؤلؤة الحرير. سعت الإمارات، هذا وصف الرئيس الصيني، سعت الإمارات التي هي الخاسر الأكبر من موضوع يتحول من جوادر إلى الفاو بدل من جبل علي، المنطقة الحرة، المنطقة التجارية التي توزع لبقية العالم، القارات أوروبا وأفريقيا، سوف يكون هناك نقلة وانتقالة بالنظام التجاري من خلال هذا الطرق التنموية التي خططت لها الصين. لذلك سعت إلى تكوين شبكة من سكك القطارات لنقل المسافرين، نقل البضائع ما بين دول الخليج من مسقط والإمارات وقطر والبحرين، منامة، الدمام، منطقة النيوم الصناعية إلى الكويت. لكن يبقى هذا الاتحاد الخليجي أو الاتحاد العبري العربي كما لأنه إنتاج التطبيع الاقتصادية، يبقى لا يعمل بدون أن يكون هنالك ربطا مع العراق عبر الجغرافيا العراقية إلى تناوله في المرحلة القادم هو لنفتح إلى الكويت، إلى تركيا، ومن ثم أوروبا. كاظم. نعم. الأستاذ إبراهيم، أنتم أيضا أيها الأحبة، تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان مشكلات الحدود العراقية الأمريكية. مشكلات الحدود العراقية الأمريكية، فتش الكويتية، فتش عن الأمريكي. الكاتب قاسم الماضي. مشكلات الحدود العراقية الأمريكية، فتش عن الأمريكي، للكاتب والمحلل السياسي قاسم الماضي. العلاقات العراقية الكويتية هي واحدة من أكثر العلاقات المثيرة للجدل في منطقة الخليج، حيث واجهت هذه العلاقات التوتر وعدم الاستقرار خلال فترة الاحتلال الأمريكي عام 2003 إلى عام 2011، نتيجة مجموعة من المشاكل السياسية والاقتصادية بين البلدين. كانت الولايات المتحدة خلال تلك الفترة اللاعب الأساسي والمؤثر سلبا أو إيجابا على طبيعة العلاقات ما بين العراق والكويت، بما يتناسب مع طبيعة وتوجهات الولايات المتحدة في المنطقة خصوصا، وأن هذه الفترة قد شهدت تزايدا في نمو المصالح الأمريكية في منطقة الخليج بشكل عام،
وفي العراق والكويت بشكل خاص بعد سقوط نظام صدام، الذي اعتقده أن كل مقاربة لهذا الموضوع الشائك يجب أن تسلط الضوء بالتحديد على دور المصالح الأمريكية المتناقضة وأثرها على طبيعة العلاقات العراقية الأمريكية بعد فترة زوال حكم نظام صدام 2003. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد ترحيبي بالباحث في الشأن السياسي والمختص بطريق الحرير الدكتور كاظم جابر. مرحبا بك مرة أخرى. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إبراهيم الجابري، مرحبا بك. حياكم أستاذ إبراهيم. عنوان المقال ضمن جملة اللي هي فتش عن الأمريكي، وين ألقاه؟ يعني حقيقة الأمريكان دائما وراء الستار، دائما أجنداتهم أجندات خفية، ويمكن معرفتها من خلال آثارها الخبيثة في كل مجالات ومناحي العمل السياسي والاقتصادي. هذا ما يمكن قوله بإيجاز. طيب احنا لاحظنا أستاذ إبراهيم أنه أكو مفاصل تمر بها العملية السياسية العراقية. نعم. إذا ارتبطت المواضيع بمطلب أمريكي، نعم، أو إذا حاول العراق أن يتملك شيء من سيادته تبدأ تثار بعض الإشكالات من هذا، مثلا قضية الشارع، الكهرباء، مثلا قضية صعود الدولار. دولار، نعم. هسه اليوم إثارة الحدود من قبل الكويتيين، إثارة موضوع الحدود من قبل الكويتيين، هذه لها علاقة مباشرة بالرغبة الأمريكية بالتآمر الأمريكي، كيف، نعم، السبيل إلى مواجهة مثل هكذا مؤامرة؟ يعني هنالك تصعيد بحسب الموضوعات، يعني تفتيق الموضوعات مرة واحدة هذا يسهم بإرباك حركة الحكومة الفتية، والتي حقيقة من يعني بدأت تقدم الشيء الأساسي للمجتمع العراقي. فمحاولة أنه خلط الأوراق وتفتيق الموضوعات وتكثير الأزمات، هذا ديدا فتش عن الأمريكي، و لعله في صلب هذا المقال او هذا العنوان لهذه الحلقه. يعني كانها يعني كانها تدير لعبه، نعم، تنزل خيوطها واضحه الورقه تلو الاخرى، نعم، تباعا. دكتور كاظم، نعم، انا كل شيء يثير لي موضوع الطريق الحرير وما طرح فيما بعد بطريق التنميه. انا اريد اعرف علاقه هذين الموضوع، اولا الفرق بين الاثنين، ثانيا علاقتهن بقضية ترسيم الحدود العراقية الكويتية. مفرد الطريق الحرير أو طرق الحرير، طبعا طريق لطرق منه طرق طريق الحرير تيمنا، طبعا انطلاق المبادرة الصينية تيمنا طريق الحرير. طريق الحرير كان تجارة ما بين الصين والحضارات القديمة، نعم، وكان هذا الطريق شرق آسيا وغرب آسيا وصولاً، نعم، من، نعم، إيران، وكانت، نعم، إيران بلاد، نعم، واسعة، نعم، تحاذي الصين، نعم، أفغانستان الآن وإيران والعراق وصولا إلى سوريا وأوروبا، بلاد الشام وأوروبا. الحرير ثلاثية، وهي أنه توطين الصناعات والميناء الجاف والميناء البحري. ميناء جاف وقناة جافة، قناة الجافة اللي، نعم، تتضمن، نعم، سكك، نعم، بري، نعم، وسككي، نعم، نعم. هذه تربط، من هو الأساس أنها تربط المدن الصناعية مع بعضها في محليا للبلاد ومع دول المبادرة الحزام الطريقية اللي أوراسية وتمتد من الساحل الباكستاني، ميناء غوادر، الساحل الإيراني، وصول الرأس البيشة إلى الفاو، ومن ثم الانطلاق إلى القائم دير الزور اللاذقية، ويتفرع من سنجار إلى فيشخابور إلى تركيا إلى أوروبا. هذا هو طريق الثلاثية. طيب. إذا أسقطت أي مفردة لم يعد طريق حرير. إذا طلعت القناة الجافة ما صار طريق حرير. إذا وخرت أبعدت الصناعات توطين الصناعات ما صار طريق حرير. طريق الحرير وفق المبادرة الصينية سيلة تتاخذ ترانزيتات بس، ها، ترانزيت هذا لا يغني ولا يسمن. نعم، نعم. للأسف أنه بعد ما أكملت طريق التنمية الثلاثية، ميناء بحري، ميناء بحري، والميناء البحري يجب أن يكون بأعماق أعلى من 20 متر. نعم، لماذا؟ نعم، لحتى يكون غاطس يسموه كذا، نعم، توي.
وهذا التوي ماذا يوفر للنقل البحري حتى يجعله نقلا ناجحا؟ يجب أن عندما تأتي السفن لتطرح حمولاتها يجب أن تحمل من بضاعات صناعات البلد جيد حتى ترجع. علاقته بقضية ترسيم الحدود، علاقة بترسيم الحدود هنا ترسيم الحدود تحث القطاع الكويت على وتحرق المراحل وتحرق الزمن لكي تتبوأ مكانة ميناء الفاو، وتأما أكملوا السكك وأكملوا ربط التوطين الصناعات المدن الصناعية الخليجية مع بعض، ولم يتبقى سوى الربط بالقناة الجافة العراقية، وليست قناة تنمية ليست قناة تنمية، وإنما هو تخادم الجغرافيا العراقية لوصول البضائع الخليجية، وكما وصفه محمد ولي العهد محمد بن سلمان قال سيكون هنالك اتحاد شبيه الاتحاد الأوروبي. لكن لا أحد يفرزن كلامه، كلامه أنه هذا الاتحاد هو اتحاد عبري عربي عن طريق النيوم، عن طريق الاتصال والربط بميناء إيلات الإسرائيلي. هذا هنا هو عملية التطبيع الاقتصادية العربية العبرية، لكن العراق يبقى فقط ترانزيت وممر جاف وتخادم لاقتصادات هذا الاتحاد. ويربط مجرد عراق يربط ما بين هذا الاتحاد وما بين الدول أوروبا. أستاذ إبراهيم، مجلس الأمن الدولي طبعا في سابقة غير معهودة تدخل في رسم الحدود العراقية الكويتية، طبعا نتيجة إقدام صدام على حماقته في غزو الكويت، وصار العراق يتلقى كل الأوامر سواء من المحتل الأمريكي أو حتى من مجلس الأمن. طيب كيف السبيل إلى إعادة الأمور إلى نصابها؟ وهل تعتقد أن يعني كاكا فؤاد حسين مؤهل لأداء هذه المهمة؟ حقيقة يعني مجلس الأمن الدولي لم يكن المرة الأولى الذي انحاز وأخفق في تصديه للأمور بعدالة. منذ أن نشأت عصبة الأمم المتحدة كان العراق غير معني بموضوعة الحضور الفعلي في ترسيم حدوده مع الكويت بالـ23 ومن ثم ما يعني لا يتصور عدالة لمجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، وخصوصا أنه ما تقوم به من ابتلاعات للأراضي العراقية دولة الكويت، هذا كله تحت دراية وسطوة وفهم مجلس الأمن الدولي ما شاء الله. أما بالنسبة للدبلوماسية العراقية، دبلوماسية الجبل، وهي لا تعي حقيقة للسهل شيء، أنا حقيقة بدوري أصر على أن تكون الدبلوماسية العراقية دبلوماسية حديثة معنية بأهل الجنوب أو الفرات الأوسط، و لا دبلوماسية عراقية باختصار شديد، دبلوماسية عراقية لأنها أفهم بوضع السهل وأفهم بوضع مناطقنا، وإن كان كرديا لكنه يجب أن يحمل الأجندة ربما العراقية، ربما مناخيا هو لا يعرف مقتضيات المصلحة العراقية فيما مرتبط بالتجارة، ونحن قادمين كما أسف الدكتور على منابع قدرة كبيرة ومنابع أنه تجارة دولية هائلة. دكتور كاظم، نعم، مجموعة من الاعتداءات الكويتية سواء على الحدود البرية العراقية أو حدود المائية، طبعا حتى أن الكويت تنوي بناء مفاعلها النووي على الحدود العراقية الجنوبية، يعني الكويت وين رايحة؟ طبعا المخطط كل البلدان بعد طرح المبادرة الصينية 2030 تناغمت الدول لهذا المتغير الجديد التنموي الكبير، أنه وضعت خطط استراتيجية إلا العراق وضعت خطط الكويت 2035. ليش باعتقادك إلا العراق؟ إلا العراق لأنه ليست هنالك إرادة سياسية حقيقية لبناء البلد كبلد مؤسسات وكبلد مشاريع تنموية. خلينا نباوع للموضوع من زاوية أخرى. نعم، حتى إذا توفرت هذه الإرادة البلدان الأخرى ليس فيها تواجد للأمريكان قادر على أن يحدث المتغير الذي يشاء. الأمريكان يمسكون بالدولار العراقي، يعني بخزينة العراق، نعم، TBI وممثلهم وما إلى ذلك، وأيضا وجود الفعلي، نعم،
أنه يمارس القتل إشراف جنرال كثري. فهذا الضاغط على الحكومة العراقية الذي يحول دونه أن تمارس دورها بالشكل المطلوب. يعني ليش نلوم الحكومة العراقية؟ للأسف يعني هسه احنا ونتهم هذا الاتهام بقسوة يعني أنه يعني لو نشابه الوضع السوري، لديهم أكراد ولديهم احتلال أمريكي ولديهم قواعد أمريكية، لكن لم يؤثر عليهم وخرجوا من هذه الحرب الضروسة التي شنت عليهم، وديون سددوا 23 مليار دولار وبدأوا موازنة 6 مليار أو 7 مليار. ليش العراق موازنات الانفجارية لا يمكن أنه يتصرف بها في المشاريع التنموية وتبقى مجرد حسابات لمنافع وامتيازات حكومية للسلطات ومشاريع متلكئة ومشاريع هي هدر للمال العام. ويعني آلاف الملفات لحد الآن في هيئة النزاهة وفي القضاء، ويبقى العراق يراوح ولا يوجه أمواله إلا فرصة واحدة كانت هي الصندوق السيادي العراقي النفطي الصيني برعاية مؤسسة ثانية وشورى الصينية التي وقعها السيد العبادي العفو السيد عبد المهدي مع الجانب الصيني لتمويل الشركات الصينية التي تنفذ مشاريع البنى التحتية للاقتصاد العراقي الريعي. للأسف هذه وئدت من عام 2019 من قبل السفارة الأمريكية ومنظمات المجتمع المدني التي تدور بمحورية هذه السفارة. طيب أستاذ إبراهيم، الغريب أن مجلس الأمن شكل لجنة لترسيم الحدود العراقية الكويتية. الغريب في ذلك أنها اتفاقية ترسيم حدود بغياب الطرف الآخر، غياب العراق. ما أدري كيف يستساغ على الأقل من الناحية القانونية ومن ثم الناحية السياسية. يعني حقيقة هذا مخالف لأصول المحاكمات الجزائية. يعني كمبدأ عام لابد من وجود الخصمين. من ثم العراق لم يغيب هذه المرة، إنما غيب مرات عديدة في قضية أنه محاولة الاقتصاص من حقه وقضية التناص على حقه. دولة الكويت حقيقة تلعب دورا خبيثا في قضية أنه تغييب العراق وتضييع التوقيتات الصحيحة لاستخدام العراق أو لتمثيل العراق في قضية أنه اقتناص حقه من هذه المسألة الحقوقية. الكويت حقيقة لها دور بدأ تخريبيا مع كل الأسف، وهم أشقاؤنا، ولكن أنه بدأوا يتنصلون من ثوابت الأخوة وثوابت الجوار المشترك. أعتقد سيدهم أبناءنا وليسوا أشقاؤنا، لكنهم تمردوا علينا. شكرا لكما، كنتما ضيفين كريمين، الكاتب المحلل السياسي والمختص بطريق الحرير الدكتور كاظم جابر، الأستاذ إبراهيم الجابري الكاتب والمحلل السياسي. أيها الأحبة، كتب معدي البرنامج الخاتمة التالية: لا شك أن دولة الكويت دولة عربية مجاورة للعراق، ولها معه تاريخ مشترك وعادات وتقاليد وعلاقات اجتماعية وروابط متينة جدا، لكن المشكلة مع الكويت ذات جوانب متعددة، يتعلق الجانب الأول منها بالتأثير الكبير الذي سببه الغزو الصدامي في العام 1991 على النفسية الجمعية للمجتمع الكويتي، واستغلال كثير من الشوفينيين الكويتيين على مستوى سياسيين وكتاب وحتى رجال دين في تجذير الحقد الناتج عن الاحتلال والكوارث التي سببها للكويت شعبا ودولة وبنى تحتية، من عكس سلبا على الرأي العام الكويتي ضد العراق ومصالحه ككل شعبا وحكومة باختلاف الأنظمة. دمتم في أمان الله.